حلقة النهاردة معنى عميق هنحسه لما تعيش بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ببساطة كده أنا غلبان ومليش لا حول ولا قوة، والحول والقوة كلها بإيدك. مش أنا بس اللي غلبان، وكل البشر اللي أنا ممكن أتعجز عليهم واتسند عليهم غلابة زيي، والحول والقوة بإيدك أنت وحدك. المعنى ده سهل إن أنا أقوله، لكن عشان تدركه وتحسه، مش هتعرف تدركه وتحسه كده بالكلام، لازم تعيشه. أعيشه إزاي؟ بكثرة ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. فهمتوا الذكر بيعمل إيه؟ معنى لا حول ولا قوة إلا بالله بيقولك عيش بصفاتك يمدك بصفاته. مش فاهم أنت صفاتك إيه؟ مخلوق، ضعيف، عاجز، فقير. دي الحقيقة، ده المعنى الصحيح الحقيقي العميق. دي أوصافك. طب وهو أوصفه إيه؟ العزيز، الغني، الكريم، مالك الملك، صاحب الحول والقوة في الأرض، الفاعل في الكون. شفت المعنى ده؟ روح لربنا بأوصافك يمدك بأوصافه، روح له بضعفك يمدك بقوته، روح له بفقرك يمدك بغناه، روح له بذلك يمدك بعزته، روح له بعجزك يمدك بحوله وقوته. عرفت ليه الآية بتقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إن المضطر يعني غلبان وحس إنه هو محتاج إلى الله، عشان كده بيجيبه على طول، لأنه منكسر فحاسس بعجزه. يبقى ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله اللي احنا عايزين نقوله النهاردة بيعمل إيه الذكر دون؟ يبقى ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله طول ما أنت بتقوله بيقوي جواك أنا الضعيف وهو القوي، أنا الفقير وهو الغني، مدني بعزك يا عزيز. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيترسخ المعنى العميق في قلبك. عرفت الذكر بيعمل إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله.